الرئيس السيسي يؤكد حرصه على التعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة. الجيش الليبي يؤكد أن الميليشيات الإرهابية بطرابلس فقدت سلاحها الجوي. ترامب يجدد تعهد بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه على التعاون مع الدول الإفريقية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة. وخلال رئاسته الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، قال الرئيس أن قمة النيجر تعتبر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الإفريقي. وأشد الرئيس على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة واستغلال الزخم للقمة الإفريقية لتحقيق العديد من الأهداف. أكد أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الليبي أن الميليشيات الإرهابية فقدت سلاحها الجوي وباتت تعتمد على الطائرات المسيرة في العاصمة طرابلس. وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن تنظيم داعش الإرهابي بايع زعيما جديدا له في ليبيا، منوها إلى أن التنظيم يحاول إشغال الجيش بعمليات مسلحة ومتفرقة. وكشف المسماري على أن تركيا استقدمت مجموعة من الأشخاص لمحاربة الليبيين. قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بجبهة رازح غربية محافظة صعدة شمال اليمن. وقال مصدر عسكري أن المواجهات اندلعت في أثناء محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي، وذلك باتجاه مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية رازح. وفي صعدة شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية كتاف شرقية المحافظة، ما أدى إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها. أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عزمه عقد اجتماعنا اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك اتفاقي على خطاب إعلامي موحد. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم مجلس شمس الدين الكباشي خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، حيث كشف عن قرب انتهاء اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الاتفاق، وأشار إلى أنه سيتم تشكيل وفود مشتركة من المجلس والحرية والتغيير لزيادة ولايات البلاد المختلفة لترسيخ السلام والتواصل مع الحركات المسلحة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على إيران أن تكون أكثر حذرا، مجددا تعهده بمنعها من الحصول على سلاح نووي. وفي تغريدة له تعليقا على إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن مضي إيران في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوبات والعزل، مشيرا إلى أن النظام الإيراني المسلح بالأسلحة النووية سيشكل الخطر الأكبر على العالم. أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو استئناف الحوار المعلق ما بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك دون أن يحدد موعدا لذلك. وقال غوايدو أن هذا الاجتماع مع حكومة مادورو في الجزيرة الكاريبية يفترض أن يتيح إجراء مفاوضات فعالة قد تؤدي إلى رحيل مادورو من موقع الرئاسة الذي يشغله منذ عام 2013 وتشكيل حكومة انتقالية، ومن ثم إجراء انتخابات حرة بوجود مراقبين دوليين.
ودع الموجز الإخباري لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.